إذن انتشار فيروس كورونا يختلف من بلد لآخر، هل فقط هي الإجراءات الاحترازية المتبعة والمختلفة بين دولة وأخرى وحكومة وأخرى، أم أن هناك عوامل متعددة تلعب أو تطلع بدور في ذلك كجهاز المناعة والمناخ؟ المزيد في الخبر بقية. أهلا بكم. سعي حثيث لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، ومع ذلك تشير التوقعات إلى أنه لا يكون متوفرا قبل انتهاء المراحل البحثية الأربعة والتي تفترض البدء بمعرفة وفهم الفيروس، فترة قد تطول لعام أو أكثر، لكن بعض بوادر الأمل تتسلل من تقارير تتحدث عن أبحاث تجرى لتبيان ما إذا كان لقاح السل مناسبا للتحصين من كورونا أو مهيئا لإيجاد لقاح خاص. فهل اللقاحات التي ما زالت معتمدة في بعض الدول دور في تعزيز المناعة لدى سكانها مقارنة بسكان أوروبا وأمريكا مثلا، أم أنه للعوامل المناخية والجغرافية دور في انتشار الوباء كما تقول بعض الفرضيات؟ يستمر فيروس كورونا في تصدر وسائل الإعلام كافة، ويتابع الجميع الأرقام الرسمية اليومية مترقبين تصريحات المسؤولين، لعل بارقة أمل في الأفق تنبئ بانحسار هذه الأزمة التي لم تكن يوما في حسباننا. وبالرغم من كل الجهود المبذولة من الدول التي أصابها فيروس كورونا، فإن لغة الأرقام تبدو مختلفة. ففي إيطاليا وصل عدد الإصابات بحسب آخر إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتاريخ 25 من شهر أذار إلى 59,000 حالة. وفي إسبانيا يقدر عدد الإصابات الإجمالية بأكثر من 28,000 حالة. في بريطانيا أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن شبكة الخدمات الطبية الوطنية أن أكثر من 1,700,000 شخص يرجح أن يكونوا مصابين بكوفيد-19. كوريا الجنوبية بعد أن كانت إحدى أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا خارج الصين تمكنت من خفض عدد الإصابات بشكل كبير، إذ سجلت إحدى أدنى نسب الوفيات في العالم، كما بدت ألمانيا مسيطرة على نسب الوفيات بالرغم من احتلالها المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. كوريا الجنوبية تبنت نموذج إتاحة المعلومات والمشاركة العامة والفحوصات على نطاق واسع، بحيث يتم الاتصال بجميع الأشخاص الذين اختلطوا بالمرضى المصابين بكورونا وإجراء فحوص لهم. كما أجرت كوريا الجنوبية اختبارات تشخيص بطريقة أسرع من أي دولة أخرى، نحو 10,000 فحص يوميا، ما ساعد على تتبع بؤر الوباء. أما قصة نجاح ألمانيا فتقف وراءها أسباب عدة، أبرزها أن ألمانيا ما زالت في المرحلة المبكرة لانتشار المرض، بالإضافة إلى صغر سن عدد المصابين مقارنة بالدول الأخرى. فبحسب معهد روبرت كوخ، إن 80% من إجمالي المصابين تقل أعمارهم عن 60 عاما، كما أن وفرة الاختبارات المبكرة ساعدت على تمييز المرض مبكرا واكتشافه خصوصا في الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض، بالإضافة إلى حظر التجمعات وغيرها من إجراءات الوقاية. ينضم إلينا من بيروت الدكتور غسان الأعور، أخصائي الأمراض الجرثومية، من واشنطن الباحث الدكتور عماد بوضو، ومن باريس ميري حداد الباحثة في علم المناعة والأمراض الجرثومية في مركز البحوث العلمية الفرنسية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتورة ميري، يعني منذ بدء الحديث عن كيفية مواجهة فيروس كورونا كثر الحديث عن موضوع جهاز المناعة وأن البقاء للأقوى أو لصاحب المناعة الأقوى. ماذا نعرف عن جهاز المناعة؟ كيف يتشكل هذا الجهاز؟ ويعني لماذا هناك شخص نقول مناعته أقوى من شخص آخر؟ مساء الخير. جهاز المناعة من وقت ما يخلق الطفل أو الشخص لازم يتكون طول حياته، يعني من وقت ما بنخلق بنقول انه عندنا جهاز مناعه خفيف ولازم نبلش نطوره، وهالشيء بيصير اول شيء من ترضيع الام اللي بتعطي المناعه للولد، وبعدين الولد
بحد ذاته وقت اللي بيصير يلقط الميكروبات ويقوي جهاز المناعة عنده، ومن بنسميها مثل بيحط بذاكرة انه لقط هالميكروب وصار عنده مثل نوع من الدفاع، اذا رجع لقطه مرة تانية بيقدر يقاوم بأسرع. وبعدين عندنا كل اللقاحات، وبنعرفها برنامج اللقاحات اللي بنعطيها للأولاد من وقت ما يخلقوا، وفي برنامج لازم نرجع نعمله بعد 10 سنين ونلتزم بهذا الجدول، لأنه بيأمن كمان للجسم ولجهاز المناعة الدوام ليكون محضر في مواجهة الميكروبات اللي بنواجهها كل يوم وكل الأوقات، وموسمية أو غير موسمية. بدنا نفهم شغلة، إنه بعدين خلال تطورنا بالحياة نوصل لمرحلة من العمر هالجهاز المناعة ببلش يخف، يعني كل شيء حطيناه بالذاكرة ببلش يخف، وهون فوق 60 سنة بخف ما الجهاز المناعة، بس مش بالضرورة عند الكل بشكل عام. في نقطة كتير مهمة كمان لازم نذكر فيها، إنه كل إنسان عنده جهاز المناعة تبعه، لأنه ممكن أنا اليوم أختلط بمجتمع وأخذ فيروسات وميكروبات وأقوي جهاز المناعة بطريقة معينة، ممكن إنسان تاني بغير بلد أو حتى بالبلد عندي بس بغير مطرح يكون جهاز المناعة تبعه بغير طريقة، يعني مثل كأنه بصمة هالجهاز المناعة بيختلف من عند إنسان لتاني. بس في عنا كمان البيئة اللي بتلعب دور كبير، في عنا المناخ اللي بيلعب دور كبير، وعنا اللقاحات كمان، والمجتمع اللي نحنا فيه إذن والجينات دكتورة إذا ميراي، شئت. بما أنك إذا أتيت على ذكر الجينات، يعني هل جهاز المناعة بما هو يتكون من الجينات أو العوامل الوراثية بالإضافة إلى المكتسبة، هل أيضا يتغير ذلك فيما لو تغير الشخص يعني من بلد إلى آخر، وليس فقط عامل العمر الذي يؤثر في مناعته؟ كجينات ما بدنا نحكي بس من بلد لآخر، حتى بذات البلد في يكون أنا عندي جينات غير اللي عنده إياه مثلا غير عائلة أو غير إنسان. دونك هي ممكن تكون على مستوى عالمي لبلد معين، بس إذا بدنا ندخل أكثر بالديتيلز بالتفارقات حتى بين إنسان وبين تاني ممكن يكون هالشي مختلف. بدنا نذكر مثلا كبس مثل صغير هو اليوم نعرفه، لأنه أنا بعد 15 سنة دراسة على فيروس الأيدز المسبب للسيدة، فيروس الاتش اي في، نعرف انه في شريحة 0.01% من العالم بياخذوا الفيروس بس ما بيمرضوا، ولحديت اليوم ما بنعرف. نعرف انه في اختلاف جيني بالجينات عند هالاشخاص اللي بتعطيهم هالمناعة، بس لليوم بعد ما بنعرف هالشيء. دونك كجهاز مناعة وجينات بنعرف انه سأعود في أكثر لينك. لفكرة يعني العوامل المكتسبة وكيف هي تتغير، يعني وأيضا السؤال عما إذا كان الشخص نفسه لو انتقل من العيش من بلد إلى آخر كيف تتغير مناعته. سأعود إلى ذلك، ولكن أريد أن أسمع من الدكتور غسان الأعور يعني عن ماذا نعرفه حتى هذه اللحظة عن فيروس كورونا كطبيعة الفيروس، لأن الآن هناك الكثير من الأبحاث التي تجرى بهدف يعني التوصل إلى لقاح، وأبرز هذه المراحل معرفة ما هو الفيروس. ماذا نعرف حتى الآن عنه؟ الحقيقة الذي نعرفه عن فيروس الكورونا المستجد هذا هو معرفة جيدة جدا، أقول لأن العلماء والأطباء الصينيين بحثوا عن العوامل الوراثية كلها ونشروها. ثم في الغرب أيضا أريد أن أقول بأنه جرى تحليل 1800 وحدة ايزوليت أو سترين من الفيروس 1800، وتبين أن التغيرات الجينية فيها قليلة جدا، فهذا الفيروس لا يزال يحافظ على مكوناته الجينية بشكل مستقر لا بأس به. التغيرات حصلت في 10 جينات فقط، ولم تؤثر كثيرا على قابلية انتشاره أو على قدرته على التسبب بالمرض.
ماذا يعني هذا لا يزال مستقرا وهو يعني ماذا يعني حينما تقول بأنه هذا تغير يعني ربطه بالتغير الجيني وأنه تغير في عشر لنقل أسبكت أو مظاهر يعني تظهر بعشر أشكال مختلفة؟ نعم، دعيني أقول بأن العوامل الجينية لهذا الفيروس منذ ظهوره في ديسمبر 2019 حتى وقتنا هذا لم تتغير كثيرا، وهذا بالاختبارات والتحاليل الجينية، وهذا يعطينا أملا أكبر بأن يوجد له لقاح في وقت أسرع إن شاء الله. فعوامل الوراثية ثابتة عنده لا تتغير كثيرا، التغيرات قليلة وهي محصورة كما ذكرت في عشر جينات ولا تؤثر لم تؤثر كثيرا على ازدياد انتشاره أو التقليل منه أو على ظهور عوارض المرض في المصابين. دكتور عماد بوضو يعني من الولايات المتحدة، بهذا المعنى إن كان الفيروس لا يغير من طبيعته هل تبقى الفرضيات التي تقول بأن انتشاره يتأثر بعوامل البلد الذي ينتشر به بعوامل مناخية أو حتى بعوامل مناعة المواطنين في هذه الدولة أو تلك، هل يظل هذا يعني مقبولا أو ممكنا للبحث؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. هناك وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1 مليون شخص اليوم، ووصلت عدد الوفيات إلى 52,000. من أصل 1 مليون هناك 800,000 من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن 52,000 وفاة هناك 42,000 بأوروبا والولايات المتحدة. إذن نحن أمام فيروس عمره 3 أشهر وعشرة أيام، معلوماتنا عن حتى الآن ليست كاملة حتى نستطيع أن نقدم إجابات قاطعة، لكننا ندرس سلوكه وتفاوت تصرفاته حسب المنطقة. في بداية برنامجكم تكلمت عن نموذج كوريا الجنوبية، ربما لا يكون الإصابات العدد الأقل من الإصابات والنسبة الأقل من المضاعفات قد لا تكون لها علاقة بما قامت به كوريا الجنوبية، لأنه حتى بالإنفلونزا الإسبانية قبل أكثر من قرن كانت شدة عدوى الفيروس وشدة مضاعفاته أكثر بأوروبا مقارنة بشرق آسيا. لذلك هناك عدة احتمالات لها علاقة بالظروف المناخية ولها علاقة باختلاف تعامل الفيروس حسب التركيبة الجينية، أو لها علاقة بقصة مرضية سابقة كأن تكون منطقة ما جغرافية قد أصيبت بفيروس مشابه فاكتسبت مناعة. لكن هناك الآن تتغير دائما معلوماتنا مع التطور الأحداث. مثلا أتى فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة، دخل بالبداية إلى مدينة سياتل وبعدها ولاية كاليفورنيا بأقصى غرب الولايات المتحدة، دخل هناك ب 22 كانون ثاني يناير الماضي، بينما أتى إلى نيويورك ب 29 شباط، أي بعده بشهر وأسبوع كامل، وكانت انتقاله أو نموه أو سرعة العدوى بنيويورك شديد جدا، بينما إلى الآن عدد الوفيات وعدد الإصابات بواشنطن ستيت وبكاليفورنيا أقل بكثير من ما نشاهده بنيويورك، مما يعطي أيضا احتمال للتساؤل هل أن الفيروس الذي أتى إلى سياتل قادما من الصين كان أقل بالإمكانية العدوى أو بالفوعة الفيروسية من الفيروس بعد أن تطور بإيطاليا واكتسب صفة أكثر قابلية للعدوى وأكثر سمية، لأن نيويورك الآن المستشفيات بالساحات وبالمراكز العامة وأعداد الإصابات ترتفع يوميا وأعداد الوفيات تجاوزت 2000 وفاة. لذلك نحن تتطور معلوماتنا تدريجيا على هذا الفيروس،
ومنها نحاول الوصول إلى أفضل طريقة للتعامل معه، لأن سلوك الفيروس في إيطاليا وإسبانيا وإيران مختلف تماماً عن سلوكه في شرق آسيا. وفي فرنسا يسير الآن بنفس الطريق الإيطالي، وفي إنجلترا أيضاً يسير على نفس الطريق الإيطالي. إذن هناك تفاوت، لكن من يحدد هذا التفاوت هو الفيروس نفسه وليس الإجراءات التي نقوم بها. ما زال الفيروس سابقاً المجهودات البشرية وهو الذي يحدد. طيب، ولكن دكتور عماد، يعني ونحن نتابع أيضا المتغيرات كما تقول، فكرة أو فرضية أن ارتفاع الحرارة أو مع يعني قدوم موسم الربيع وموسم الصيف في بعض الدول سيؤدي ذلك إلى انحسار أو إلى تباطؤ انتشار الفيروس بمكان ما. الآن هناك تقارير تقول عكس ذلك، يعني تتحدث عن أن ربما نقاط الذروة لانتشار الفيروس في بعض الدول سيكون حتى مرتفعا في موسم الصيف، وهذا يعني يؤدي إلى أن تتحضر الحكومات بإجراءات معينة لها. برأيك هل يعني نحن نقف عند هذه التقارير الجديدة الآن بأنها قابلة فعلا لتكون ذات مصداقية أم لا؟ سننتظر، باقي للصيف بضعة أسابيع، عندها سنعرف. لكن كثر الباحثون الذين يقولون أنه سيكون هناك تأثير، ويعزون هذا التأثير للأشعة فوق البنفسجية، لأشعة الشمس، وليس لمجرد ارتفاع درجة الحرارة. طبعا نحن عندما نسير في هذا الاحتمال نذكر ما حدث في أفريقيا وفي شبه القارة الهندية، من أن عدد الإصابات ما زال حتى الآن وعدد الوفيات ما زال أقل، رغم أنه بدأ قبل نيويورك مثلا. نحن لسنا متأكدين، ففي لويزيانا بالولايات المتحدة منطقة دافئة وفلوريدا بدأ التفشي، لكن الموضوع ليس مجرد مراقبة درجة التفشي، بل مدى شدة المضاعفات، عدد الوفيات، من سيلزم أجهزة تنفس اصطناعي. لذلك الموضوع ما زال متحركا، وكل يوم تزداد معلوماتنا وتزداد بنفس الوقت شكوكنا. نحاول أن نفسر سلوك الفيروس أن نصل. هناك نقطة بس حول قابلية العدوى، يعني قابلية العدوى التي شاهدناها في إيطاليا وإسبانيا غير طبيعية. 14,000 من الكادر الطبي بإسبانيا يتلقون الفيروس، وقريب 10,000 بإيطاليا، 1,400 بنيويورك. الكادر الطبي يرتدي ما يشبه ملابس الطباء ويصاب العدوى. دكتور أعور، وضحت هذه النقطة دكتور بوذو، يعني سأعود لاستكمال هذه المقارنات معك. ولكن دكتور الأعور، بما أنك أشرت لطبيعة الفيروس وأنه إلى حد ما هو مستقر، الآن حينما نراقب بعض التقارير التي تتحدث عن أن أبحاث تجرى مقارنة مع لقاح السل، ويعني خصوصا لأن هذا الموضوع مرتبط بجهاز التنفسي بشكل أساسي، هل تعتقد أن هذا يعني يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية؟ في الواقع حتى وقتنا الحاضر لم نقرأ عن أي دراسات أو أي طرح لهذا الموضوع. نعم، نحن نعرف بأن اللقاحات تحفز الجهاز المناعي عند الإنسان، وتحفزه بشكل خاص في الواقع ضد ميكروبات معينة. إذا أخذنا طعم السل أو لقاح السل، طبعا أنه يحفز المناعة، وعادة ما يحفز المناعة بشكل أكثر من تحفيزه نحو ميكروب واحد وهو ميكروب السل. هنا أعطي مثلا على استعمال لقاح السل في علاج المراحل الأولى من سرطان المثانة، لأنه يحفز جهاز المناعة موضعيا على محاربة المرض بدون شك، ولكن لا يوجد أي دراسات أو أي طرح لهذا الموضوع في الوقت الحاضر، فلا أعتقد أنه على علاقة مباشرة بالوضع القائم حاضرا الآن.
دكتورة ميراي، هل بعض الدول يعني يمكن أن يكون لها مناعة أكثر من أخرى لبعض الأسباب التي ذكرتها، وأيضا منها أنها إما تعرضت لمجموعة من الأوبئة في تاريخها سابقا كمجتمعات بشرية، وأيضا تعرضت لنوعية لقاحات، منها على سبيل المثال لقاح السل الذي يعتقد البعض أن هذا يجعلها أكثر مناعة من غيرها من بعض الدول التي توقفت عن يعني تحصين مواطنيها بهذه اللقاحات؟ سؤالك كتير منطقي والجواب فيه، لأنه منلاحظ مع المجتمعات اللي تلقت اللقاحات والمجتمعات، أو إذا ثابت على مدى التاريخ بأوبئة معينة، أكيد أكيد عندها جهاز مناعة متطور أكثر، وهذا بيبقى بالجينات وبيورثوا من خلال من الأجيال للأجيال. هذا شيء أكيد موثوق. هلا بالنسبة للسؤال على لقاح السل، تفضل الخبير من نيويورك حكى عن انه لقاح السل اليوم حتى كتير بنستعمله، ان كان بالتفتيش على لقاح ضد الايدز او غير اللقاحات، بالافكت يعني النتيجه اللي بيعمله هاللقاح بيساعد باول جهاز المناعه مع اللقاح اللي نحن عم نحضره. فاليوم الدراسات بتبين انه بفرنسا بعدنا عم نعطي اللقاح ضد السل. إذا منقارن مع إيطاليا ومنشوف أنه وقفوا يعطوه، أو مع أمريكا وقفوا يعطوه، وهالشي منعرف لأنه كلقاح بحد ذاته ما برهن أنه بيحمي 100% من إصابة بالسل أو بغيرها. وإذا منقارن بين فرنسا اللي كفت تعطي هذا اللقاح وبين هذيك الدول، منشوف اليوم أنه يمكن كجهاز مناعة أو كرد ضد الكورونا فيروس اليوم بفرنسا، عندنا يمكن شيء بيفسر ليش عندنا أقل وفيات من أمريكا ومن إيطاليا. دونك هيدي دراسة عم تنعمل اليوم بفرنسا بالمقارنات، وبنشوف انه على الميدان وقت بنطلع بالارقام بنشوف ممكن يكون نتيجة لهالشيء. هالشيء ما بيعني انه لازم نعطي لقاح السل، بس بيعطينا فكرة أنه ديجا تلقي هذا اللقاح ممكن يكون عامل عم بيساعد اليوم كجهاز مناعة عند مجتمع معين يخفف من الوفيات مقارنة مع غير مجتمعات. ولكن من هنا أريد أن أعود للسؤال عن فكرة أنه حتى لو كان هناك شخص مثلا كان قد تلقى لقاح السل في بلده، لنقل مثلا في أحد دول الشرق الأوسط التي لا تزال تعطي هذا اللقاح، وانتقل للعيش في فرنسا أو بريطانيا فلنقل، لأنهم توقفوا عن إعطاء هذا اللقاح، مع مرور سنوات هل تتغير مناعة هذا الشخص؟ ليس أتحدث عن الوراثي منها، إنما المكتسب، واللقاح هو أيضا يعني مناعة مكتسبة. لا ما مش مفروض يتغير، لأنه كجهاز مناعة أخده وكون جهاز مناعته لإله، فإذا بيكون بغير بيئة ما بيعني أنه فقد هيدي المناعة، مناعته بتضل لإله واكتسبها، فوقت نكتسب مناعة منحافظ عليها. دكتور بوذو، يعني وأنت كنت تقارن بانتشار الفيروس بين الولايات في الولايات المتحدة وحتى مقارنات بين الدول، وتعتقد بأن الإجراءات الاحترازية لبعض الحكومات ليس بالضرورة هي العامل الأساسي في يعني أن تكون هناك انحسار للإصابات، ولكن إلى أي حد يمكن فعلا أن يكون للعوامل المناخية والجغرافية، وأنت تقول نراقب، يعني تشدد على هذه النقطة، أن تكون هي الحاسمة في تفاوت الإصابات، ولكن أيضا في المناعة؟ يعني هل العامل الجغرافي والعامل المناخي، أن تكون في بلد طبيعته عادة هي الشمس ما يفترض أن هناك مناعة قوية، تعني أنك محصن من لا سمح الله الموت بسبب الإصابة بفيروس كورونا؟ دعينا نعود لما حدث في أوروبا.
هناك 3 أطباء سوريين توفوا في إيطاليا بكورونا. هناك طبيبين سودانيين توفوا في بريطانيا بكورونا. هناك طبيب مصري توفي في نيويورك. إذا كانت القصة تتعلق بلقاحات أو لا تعلل ذلك. لذلك نحن كما قلنا في ما زلنا في طور الدراسة. لكن هناك ناحية أخرى. نحن نعرف عن كورونا أن مضاعفاته أكثر عند الكبار بالعمر. أن هناك تفاوت بالاستجابة بين شعب وآخر. وأن بالإضافة إلى أنه تجاوب على الهيدروكسيكلوروكوين إلى حد ما. مجموع هذه العوامل الثلاثة تقودنا إلى أن ما يحدث بالحويصلات الرئوية أي المضاعفات التي تحدث نتيجة الفيروس تحدث بآلية مناعية أي لا تحدث نتيجة جهد الفيروس نفسه بل تحدث نتيجة تفاعل مناعي بين الفيروس وبين الأنسجة الحويصلات الرئوية. لذلك هذا التفاعل المناعي هو الذي يختلف بين شعب وآخر هو الذي يختلف بين سن وآخر. نعم. هذا درجة الحرارة ممكن أن تفيدنا من ناحية إلى متى يستطيع هذا الفيروس الحياة خارج الإنسان بالهواء الطلق. ربما بالشمس أو بالحرارة العالية تكون فترة حياته أقصر وهذا يقصر من سلسلة العدوى المنتشرة بشكل واسع اليوم. شكرا جزيلا لك. لذلك هو الموضوع. نعم. هو آلية مناعية هي التي نبحث عنها. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث الدكتور عماد أبوظو وأيضا من بيروت الدكتور غسان الأعور أخصائي الأمراض الجرثومية ومن باريس ميراي حداد الباحثة باحثة علم المناعة والأمراض الجرثومية في مركز البحوث العلمية الفرنسية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.